لقمة أكل العيش، إن أجيب لقمة العيش بعرق جبيني، إن والدي علمني على الصدق والشهامة والجدعنة والرجولة في قلوبنا. طبعا حاسة إن أنا مبسوطة بالشغلة دي، فرحانة إن أنا اتعلمتها، وشيء جميل إن والدي علمني شغلة زي دي. يعني بصراحة أنا يعني باللي حضرته قالوا إن شقة وورشة وكل حاجة متوفرة لي وكاملة ومعاش، فمش قادرة يعني في هطلب إيه أكتر من كده. لأ، ومش عيب إن يعني إن الطفل حتى يبقى عارف المسؤولية لغاية ما يكبر، يعني لما يبقى شاب كده ويكبر يبقى عارف المسؤولية، بس لازم العلام طبعا يبقى متفتح ويبقى يعني فاهم الدنيا ماشية إزاي. انا بصحى بدري، باجي افتح حاجه 9 صباحا، طبعا بفضل شغاله لغايه المغرب، حتى لو الجو مريح مفيش شغل بطلع اي حاجه ان انا اقف اشتغل ادقدق فيها يعني كده. والحمد لله حسيت ان ربنا كرمني والله، يعني وانا مبسوطه جدا، حاسه ان ربنا بيكافئني. انا معايا اربع اولاد في التعليم، ومحمد ابني معايا برضو بس شغال معايا، يعني هو مش ان هو مش موجود، لا موجود، بس انا ام واب لاولادي، وانا كل حاجه لاولادي، وانا حياه ولادي. وانا بقالي 24 سنه شغاله في شغله الحداده، وشرفني جدا. وعلى فكره انا لو كان والدي عايش وشافني كده وشاف سياده الرئيس وهو بيكلمني، مش قادره اقول لك يعني من كتر الفرحه كان ممكن يبكي والله.